السلام عليكم، صباحكم زي الفل ان شاء الله. اهلاوي بقى انا والفخر ليا، وعايزين كده نكلم سيادة الايه بقى. احنا خلاص عرفنا من المرة اللي فاتت ده اسمه سيادة الايه، سيادة الموسيقار. بص يا عم ضاضة، يا اصغر مؤلف كتاب قانون، وكنت قاضي على المنصة، والكلام الكلمتين الحمضانين اللي انت يعني حافظهم ودايما تسمعهم، ودايما شوية هزازين الديول اللي عندك في القناة اللي انت مأجرهم على حساب الزمالك بيرددوهم دول. يعني يا رب تكون اتعلمت وتتوب بقى. تهيألي انت لما حاولت تخبط مع الأسطورة محمود الخطيب، اللي حتى مش مستعني يرد عليك بكلمة ولا يذكر اسمك، وانت وقناتك بتقولوا اسمه اكتر ما بتتكلموا على قناة على الزمالك نفسه، وما عبركش الكلمة، بس شوف عمل فيك ايه والنبي. يعني بتهيألي ما عادش فيه حتة في وشك تضرب فيها، هو كله ضرب ضرب ضرب، ما فيش شتيمة ولا ايه؟ لا ما فيش شتيمة، خطيب ما بيشتمش، خطيب بيضرب على طول. يكفي انك بقيت اول رئيس نادي يتحبس، مش ظلم ولا الدولة واقفة ضدك ولا الدولة بتحابي الاهلي، بالعكس ده الدولة بتحابيك، بدليل اشرف صبحي اللي متواطئ معاك. ايوه متواطئ، ايه متواطئ؟ هو مش عنده ماده 89 بتقول ان انت ما ينفعش تمسك اي حاجه طالما حصل قرار بعزلك؟ هو عارف كده عشان ابنك عضو في مجلس الاداره زي ما وضحنا في فيديو سابق. ما ينفعش انك يتحدد لك اي مسؤوليه في النادي لانك معزول، واللي بيديك مسؤولية ابنك في مجلس الإدارة، القانون المادة واضحة. فلما هو يعمل نفسه مش شايف المادة دي يبقى متواطئ معاك. هو الحكومة على فكرة، هو ممثل الحكومة يعني، صح ولا غلط يا سيادة الموسيقار؟ طيب تعالى نفتكر كده، لما قلت أدبك عليه إيه اللي حصل؟ اتسجنت وبعدين اتعزلت وهيتعمل انتخابات، تمام؟ تعالى بقى نرجع للماضي كده، كان ايه اللي حصل؟ انت اللي بدات يا حاج ضاده، وبتعيط والقناه بتاعتك هتطلع تعيط، وشله الماجورين وهزازين الديول اللي عندك هيطلعوا يعيطوا ويصيحوا وي 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 وي، صح؟ بس ما تنساش ان انت اللي بدات، الراجل اتعامل معاك باحترام في الاول واحترم كيان نادي الزمالك الكبير، لكن للاسف انت اللي مهزق نفسك ومهزقت نادي الزمالك معاك وهزقت جماهير نادي الزمالك معاك. بس ده مش غريب عليه، انت طلعت قبل كده قلت ان نادي الزمالك صفيحه زباله، انت اللي قلت كده، وكان على قناه على ساعتين كنت انت ماجرهم كده، ساعتين ايجار كنت بتعمل عليهم برنامج زملكاوي، ماجرهم بالايجار كده عشان يطلعوا يطبلوا لك. انت اللي طلعت عليها وقلت لنادي الزمالك ده صفيحه زباله، وقلت لهم الاهلي كان بيسففكم التراب، ده كلامك انت على الزمالك مش كلامنا احنا. انما انت بقى حبيت تلعب مع الاسد لعبه ما انتش قدها، وكنت متحامي في تركي الشيخ، تمام؟ لما رحت قلت هد الاهلي بصفقه القرن عبد الله السعيد، طبعا يا عيني انت دفعت 40 مليون جنيه عشان تاخدوا صوره. رد عليك عمل فيك ايه؟ خد عندك بقى كهربا، كهربا فين دلوقتي؟ الحمد لله قعدت تصيح وتقول كهربا، قعدوا في البيت كهربا، يبطل الكورة اهو كهربا في الكام شهر اللي لعبهم دول، كام شهر هو لعبهم اهم، عمل بطولات تخليه يعتزل على فكرة. يعني لو هو قرر كده قال لك والله ما انا دافع لهم حاجة، ومطرح ما يحط دماغهم يحط رجلهم وانا هعتزل كده وهشتغل في التدريب، يلا بقى والاهلي يفتح له اكاديمية كده يدرب فيها، ماشي، عمل بطولات وعمل تاريخ، ايه رأيك؟ ادي كهرباء. طيب جيت بقى رخمت وغلست، راح برضه راح ردد عليك بايه؟ فاكر اوجستي بوش؟ اظن من ساعتها وانت ما انتش شايف في السله، برضه كله ضرب ضرب ضرب، ما فيش شتيمه خالص. جيت انت يا عيني حاولت ترد، ورحت يا عيني خدت بنات فريق الطايره وقلت للسيدات خدتهم من الاهلي، ودفعت لهم ملايين قد كده عشان تصيد حماده ابنك الننوس. ايه اللي حصل؟ انت خدت بطوله والاهلي خد بطوله، مع انك فرقت فرقته، بس خد منك من دلوقتي مليكه هتقعد تلطم عليها بعد كده، تمام يا باشا؟ ودلوقتي بقى مين؟ امام عاشور. امام عاشور ده احنا لو هناخده حتى لو يقعد عندنا دكه، كفايه انه قافه وشلوط محترم ليك ولكل اللي حواليك، ليك ولكل اللي حواليك،
وطبعا هتغيروا كلامكم كالعادة، هتقولوا ده امام عاشور لعيب ملوش لازمه، ده احنا مش عارف مين احسن منه 300 مره، زي ما قلت على طارق حامد قبل كده، وزي ما قلت على فرجاني ساسي قبل كده، وزي ما قلت على اشرف بن شرقي قبل كده. وخد بالك كل دول ضحكوا عليه، كله ضحك عليه، كله عمال يديك بالقفا بالقفا بالقفا. انا مش عارف قفاك ما عادش في حته يا اخي، ده المفروض انه يكون ورم يعني. خلاص، وعلى راي الريس ستموني كده، ده القفا ده بيستحمل كتير. اه يا قفا، اه يا قفا. تمام، امام عاشور ان شاء الله في الاهلي. هتقول لنا مبادئ ومش مبادئ، يا حبيبي ده مش ابننا وغلط فينا، ده عيل وغلط عندك، احنا بقى نجيبه ونعلمه الادب، هيبقى مؤدب وهيتالق زي ما عمل كهربا. ولو مش مصدق شوف كهربا عندك كان بيعمل ايه وعندنا بيعمل ايه. عندك كان بيرفع الجزمه وبيتف وبيشتم وبيغلط، عندنا بيوطي دماغه وبيعتذر لو غلط. واحتمال كبير ان شاء الله بقى مصطفى فتحي، ويا سلام بقى في احمد فتوح. لا 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 لا، ده انت هتشوف ايام سودة، هتشوف ايام سودة. خد عندك كمان يا عم الحاج ضاضة، خدت دوريين فار وعصام عبد الفتاح، حصل حصل صح، دوريين فار، روح بروتوكول احتواء، المسميات اللي انتوا بتقعدوا تقولوها كانها حصلت معانا، والمغفل اللي عندك اللي اسمه كريم ابو حسين، وشويه الهزازين الديول اللي بيقعدوا يقولوا والله الاحتواء يا جدعان، ده الاحتواء دي متقال عليكم انتوا، ده محمد عادل كان بيقول على عشان نحتوي الزمالك، وطلع عصام عبد الفتاح يقول بنحتوي الزمالك، يعني الاحتواء ده متقال عليكم، روح الفردي متقال عليكم، والله مش علينا احنا، انتوا والله العظيم شويه ده غايب. انا مش فاهم، هو العصير اللي بيتقدم في اول الحلقه عصير برسيم؟ هو غالبا عصير برسيم يعني، واكيد بيبقى معاه طبق تبن حلو كده بتتسلوا فيه، وفوق شويه فول ناشف. ما هي العقول دي ما ينفعش معاها غير كده، ما ينفعش تقول عليها غير كده، هو عصير برسيم وشويه تبن، عشان تقعدوا تقولوا انتوا اللي بتقولوا روحوا البروتوكول، وانتوا بتقولوا ناموس الدوله، ناموس الدوله مين اللي ناموس الدوله؟ ده انت مديون ب 70 مليون جنيه بس لاتحاد الكوره، 70 مليون جنيه، مش ولا فريق قد كل فرق الدوري، وعليك ضرايب تقرب على النص مليار جنيه، ده غير حسابات الميه والكهرباء. ما مين اللي ناموس الدوله؟ الاهلي مديون زيك كده، انما انتوا بتاكلوا تبن وبتكلموا ناس بتاكلوا تبن، بتاكلوا تبن وبتشربوا عصير برسيم، وبتكلموا اللي بيصدقوكوا دول برضو بياكلوا تبن زيكوا وعصير برسيم زيكوا. على فكرة مع احترامنا لكل الزملكاوية المحترمين اللي بتشغل دماغها، اللي رافضينك، اللي رافضين السفالة وقلة الأدب والخوض في الأعراض، تمام؟ خدتهم يا حبيبي؟ فرحان قوي، احنا خدنا 2 دوري وكاس. شوف بقى أنا في موسم واحد أهو كام شهر ما كملناش سنة، 5 و5 في وشك، 5 بطولات ولسه إن شاء الله الكاس اللي جاي، يا انت هتخرج من بيراميدز وناخده احنا ان شاء الله من بيراميدز، يا تغلب انت بيراميدز وتجيلنا بقى، وساعتها تبقى الستة على قفاك برضه ان شاء الله باذن الله. ليه؟ لان ان الله لا يصلح عمل المفسدين، عشان كده كل اللي بتعمله بايظ. وصغرت اسم الزمالك بعد ما كان اسم الزمالك الكبير العظيم له اسم مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا، وانا كهلاوي بقول الكلام ده عادي جدا مفيش مشكله ودي حقيقه، لكن انت صغرت الزمالك خليته قد كده، بقى اسم الزمالك على كل لسان، بقى ما بيتقالش عليك غير فاهم؟ اكيد فاهم. طبعا اللي انتوا بتعملوه على قناه الزمالك انت وشويه الناس اللي انت بأجرهم كل واحد بكام الف في الحلقه دول، شويه بتوع الترلم للملم دول، خلاص ولا بيهزوا في الاهلي شر، احنا جماهير بنرد اه، لان احنا بندافع عن كيان، لا احنا لجان ولا نيله، ده احنا غلابه بس جمهور حقيقي وبنحب نادينا ما بنحبش اشخاص. ولما بندافع عن الخطيب بندافع عشان هو عنه، عشان هو رئيس النادي الاهلي مش عشان هو ديبه بس، واسطوره غصب عن عينك وعين اللي خلفوه. بس كل اللي بتعملوه على القناه ده ولا بيأثر حاجه، شوف الفيفا بيقول على الاهلي ايه، الاتحاد الافريقي بيقول على الاهلي ايه، كل القنوات والبرامج الرياضيه على مستوى الوطن العربي بتقول ايه على الاهلي، ما بيقولوش كل الخرف والتخاريف اللي انتوا بتقولوها دول. خليكم انتوا بس كده في عصير البرسيم، وان شاء الله كل يوم عليكم حفله باذن الله، واتمنى من اللي بيشاهدوني ان شاء الله كده ان هم يدعمونا كده ولايك وشير وبتاع، عشان احنا نحب التهزيء يوصل. وسلام، ونتقابل على خير ان شاء الله.